كيف بدك تحط حدود قوية وحدود صحية بينك وبين الناس، وما تحطها بطريقة فيها معاناة بل في طريقة فيها تلقائية وفيها أناقة؟ إذا بدك تعرف الجواب تابع هاي الحلقة. اليوم جدا متحمس اني اشاركك او اساعدك تفهم كيف تحط حدود بينك وبين الناس، ولكن قبل ما تكمل راح اطلب منك بحب انك تشترك في هاي القناة لانه فيها معارف جدا جدا قوية حتى تنهض فيك وتنهض بالجنس الانساني. وبرضو اذا انت مشترك بهاي القناة وعندك اصحاب ممكن يستفيدوا منها، شارك هذا الاشي عشان تكون جزء من مشاركة هاي الرسالة الضخمة. هلا نرجع للموضوع، كيف تحط حدود صحية؟ هذا الموضوع جدا مهم، لأنه الحدود أو قدرتك على وضع الحدود هي بتحدد نسبة ثرائك في الحياة. يعني خليني أحط لك إياها على بلاطة من الآخر زي ما بيحكوا، ما في شخص على الأرض ثري، وأنا عم بحكي عن ثراء حقيقي روحي ونفسي ومادي، وعنده حدود جدا مخترقة. ولما نطلع على الجهة الثانية نشوف شخص عنده فقر حقيقي، على الغالب نلاقي الحدود تاعتهم مخترقة. لذلك قدرتك على وضع حدود رح تشوف إنه له علاقة مباشرة بثرائك بالحياة، بصحتك النفسية، بهنائك بالعيش. لأنك إذا أنت ما بتقدر تحط حدود معناته أنت طول الوقت رح تكون ماشي بأجندات الناس، بطاقات الناس، في رغبات الناس، وما رح يكون عندك قدرة تتصل برغباتك الحقيقية، ما رح يكون عندك قدرة تستشعر إذا أنت بهاي اللحظة هذا الموضوع مناسب لك أو لا، ما رح تقدر تستشعر إذا بهاي اللحظة تأخذ قرار على هذا الموضوع إنه نعم أو لا، لأنه رح تكون الطاقات اللي حواليك مخترقينك وعم تتلاعب بذهنك. فعشان تعرف كيف تحط حدود في البداية مفروض تسأل حالك، أنت ليه عم تستصعب تحط حدود؟ أو ليه موضوع الحدود عم بكون فيه تحدي لك؟ والجواب جدا بسيط، لأنه أنت تبرمجت منذ الطفولة أو كنت في عائلة أو كنت في مجتمع، وغالب المجتمعات العربية بتعزز نقص الحدود أو ضعف الحدود، أنت تبرمجت أنه وضع حدود هذا شيء غلط، أنت ما بتكون مقبول فيه، أنت ما بتكون محبوب، لازم الحدود تاعتك ما تكون واضحة، لازم تكون مخترقة حتى العيلة والمجتمع يرضوا عليك. فهو بتلاعب في واحد من أعمق محركاتك السايكولوجية، وهو محرك التقبل الذاتي. لذلك جزء منك لهلا مبرمج عاطفيا أنك إذا أنت بتحط حدود برا معناته أنت ما رح تكون مقبول، وهذا الشيء فيه ألم وفيه معاناة جدا جدا قوية. لذلك جزء من وضع الحدود أنك تخترق هاي العواطف المبرمجة بأنك تتذكر أنت محبوب زي ما أنت، أنت مقبول زي ما أنت. وضع حدود أو عدم وضع حدود هذا ما له أي علاقة بالتقبل الذاتي. حتى لو كنت بتشعر داخليا عاطفيا أن الموضوع فيه تحدي، بدك تتعلم تفصل ذهنيا تقبلك عن الحدود. هاي من جهة. من جهة تانية وهذا الأهم، لما إحنا بدنا نحط حدود لشخص، يعني كان الحد مع شخص هنا وبدك تزيد هذا الحد، بدك ترجعه شوية لمنطقة مختلفة، هل راح تفكر إنه الشخص الخارجي اللي عم بيستفيد من ضعف الحدود اللي عندك راح يكون سعيد إنك أنت تحط هذا الحد؟ على الغالب لا. وأنت نفسك إذا بتستفيد من شخص وبده يحط لك حد، أنت نفسك ما راح تكون مبسوط عاطفيا على هاي الشغلة. لذلك الديناميكية اللي بتستخدمها الناس حتى تمنعك تحط هاي الحدود اللي هم عم بيستفيدوا منها من غير وعي أو بوعي، إنه يزرع فيك إحساس الذنب. لذلك الذنب هو العدو الأول، العدو اللدود الأول للحدود. لذلك بنشوف كتير ناس بدهم يحطوا حد، ولكن اللحظة اللي ببلش يجربوا يحطوا هذا الحد، الشخص الثاني بيستفزهم عاطفيا، بحكي لهم أنت تغيرت، أنت بطلت تسأل، وين مش عارف مين القديم، وين الشخص اللي أنا متعود عليه، وين الشخص المعطاء اللي أنا متعود عليه. ودير بالك الأشخاص اللي بيستفزوا عاطفيا هم متدربوا من الطفولة، اللي عندهم ابتزاز عاطفي عالي بالأحرى، هم متدربوا من الطفولة إنهم يقرأوا مواطن الضعف اللي عندك يا سايكولوجيا ويتلاعبوا عليها، فبلشوا يحكوا عن صفات أنت بتحبها في حالك وبلشوا يحكوا لك إنها تغيرت. هذا جزء منه إنه يشعروك بالذنب حتى تسقط الحد اللي أنت بتحطه وترجع الديناميكية بالطريقة اللي انت معتاد او بالطريقة اللي انتم معتادين عليها.
لذلك جزء من وضع الحدود انك تكون متقبل انه رح يطلع ذنب على الاغلب وممكن يطلع عار اذا انت كنت جدا مش متعود على وضع الحدود، ولكن هذا جزء من اللعبة، هذا جزء من وضع الحدود. فلما تحط حد اكيد رح تحس ذنب انه ما بدي هذا الاشي، ولكن مع التمرين تتعود حتى لو هذا الذنب موجود انا بدي اصر على الحد تاعي حتى يصير الشيء الطبيعي. خليني اعطيك مثال. اتخيل انه انت عندك شخص بالعيلة انت متعود تعطيه مال، تعطيه مصاري، فانت بتعطيه مثلا 10 أو 20 أو 30% من الدخل تاعك، وهذا الشخص قادر على العمل، يعني هو ما عنده مشكلة، هو قادر على العمل وقادر ينجز وقادر يتعلم وقادر يبني مهارات، ولكن نفسه ارتاحت على انك بتعطيه هذا المال، فصار هذا الشيء الطبيعي. هلا اذا انت بدك تحط حد وتحكي أنا ما بدي أعطي هذا الشخص مال أو بدك توقف هاي العادة، هل بتعتقد أنه هذا الشخص رح يكون عادي، حابب الموضوع، راضي عن الموضوع؟ الجواب على الغالب لا، فرح يبلش يحاول يبتزك عاطفياً ويحكي لك وين أنت القديم تغيرت، أنت كنت معطاء، أو ببلش يذكرك بذكريات من الطفولة قدي هو كان كريم معاك وأنت ما عم بترد له إياها. لذلك اللحظة اللي بدك تعمل هذا الحد رح تبلش تشوف أنه في ذنب وممكن عار يبلش يهاجمك داخلياً، هو عبارة عن إسقاط من الشخص الثاني. لذلك بدك تكون واعي أنه أنا عادي أحس هذا الذنب، ولكن خليني أصر على الحد تاعي عبين ما يصير هذا العلاقة الجديدة، هذا المحرك الجديد، هذا الشيء الطبيعي الجديد، فأنا عم بعلم الناس علاقة جديدة معاي. في البداية ما رح تكون مريحة، في البداية ممكن يكون فيها ذنب، في البداية الشخص ممكن يرفضها، ولكن اتذكر الحد ما له أي علاقة برفض أو قبول الشخص لهذا الحد، لأنه هذا الحد بينك وبين نفسك، شو الشيء اللي أنت بترضى عليه، شو نوعية العلاقة اللي أنت بدك تبنيها مع الناس. فرضى ورفض الشخص الثاني هو ما له علاقة بأنك تحط الحد أو لا، لأنك أنت إذا بتحط حدودك على رفض وقبول الأشخاص الخارجيين رح تضلك مستعبد بتوقعاتهم برغباتهم وبكمية الطاقة اللي هم متعودين أنهم يستهلكوها منك. يعني بتذكر في البداية لما كنت أنا أعطي كورسات وكانت لسه الأعداد الناس اللي تيجي نسبياً قليلة، اللي كان يصير كنت أعطي الكورس وبعد نهاية الكورس عادة كنت ألتقي مع هدول الناس شهرياً، مع المجتمع اللي أنا كنت عم بدرسه أو بعلمه كنت ألتقي معاه شهرياً. هلأ لما بلشت التأثير تاعي يزيد وعدد المتابعين يزيدوا، أكيد الحدود اللي كانت على عدد قليل ما رح تكون نفس الحدود على عدد أكبر، لأنه كل ما تزيد الأعداد بدك تعرف كيف تحمي طاقتك، بدك تعرف كيف تسكر البوابات تاعتك، بدك تعرف كيف تختار وتوجه طاقتك حتى تقدر أنت تعيش الرسالة تاعتك مش تتماشى بس مع رغبات الناس. فأول إشي وقفته لأنه بطل مناسب أعطي هاي الطاقة في هداك الوقت هاي الاجتماعات الشهرية. هلأ هل الناس حبوا هذا الإشي؟ في ناس حبوا اللي بيحترم حدود، وفي ناس ما حبوا. وشو بلش يحكوا عني؟ أنا مغرور، أنا انغريت، تفكر حالك معلم روحي وتطلع شو اللي عم تعمله، واو واو. هاي الأشياء ممكن تضرب على أماكن الألم الداخلية لجواتك اللي ما فيها تقبل حتى تعمل العمل الداخلي. ولكن لو أنا ما حطيت هاي الحدود معناته أنا راح أكون مكره ومجبور أني أعمل هذا الاجتماع حتى لو أنا في مرحلة في حياتي، في إيقاع في حياتي مش متناغم أعمل هذا الشيء. فتخيل أنا بروح على هدول الاجتماعات وأنا مكره وأنا مجبور، حتى الطاقة اللي راح أعطي فيها راح تكون طاقة مشبعة بالكره وبالغضب المبطن، لأني أنا ما بدي أكون هناك. لذلك وضع حدود هو برضو بالعمق عشان الناس، عشان أنت تقدر تعطي في المكان اللي أنت راغب تعطي فيه مش المكان اللي أنت مكره فيه. هلأ السؤال اللي بضل، كيف بدك عمليا تبلش تحط هاي الحدود؟ أول إشي بحكي للناس، غمض عيونك وبلش تخيل إنك أنت حطيت هذا الحد، يعني حكيت مع هذا الشخص وحطيت هذا الحد، شو المشاعر راح تحسها بجسمك؟ يمكن تحس بألم، يمكن تحس بخوف، يمكن تحس بانضغاط. اللي بدك تساويه بدك داخل ذهنك تبلش تركز على هاي المشاعر أو تنقل إدراكك وتركيزك لهاي المشاعر، لأنه هاي الأماكن اللي هي عم بتحاربك بوضع الحدود. فيمكن بهاي العواطف لما تبلش تتنفس جواتها وتبلش تنصت إلها رح تلاقي صوت بحكي ما بصير تعمل هيك، غلط تعمل هيك، أنت شخص سيء تعمل هيك.
اللي بدك تنتبه له انه كل هاي الاحكام مرة تانية عم تلعب على اماكن الضعف اللي عندك اياها، وشوي شوي لما تعطيها حب وتعطيها تقبل وتعطيها شكر رح تشوف انه القبضة تاعتها بلشت تخف داخل نفسك. الشغلة التانية، لما بدك تحط حد ضروري تتواصل مع الناس اللي بدك تحط حد معاهم، مش من مكان انا خلص ما بدي اعمل هذا الشيء كفاية تاك تاك تاك، من مكان راقي، انا هذا الشيء اللي اعطيته، هلا انا ما بقدر اعطي بهاي الطريقة. وشيء جميل انك تعمل لهم نقلة، يعني مثلا بمثال اذا انت بتعطي حدا بالعيلة مصاري او مال وانت ما بدك تعمل هذا الاشي، قول لهذا الشخص انا بعطيك 3 اشهر، اوكي، بعد هدول 3 اشهر انا رح ابطل اعطي مال او رح اعطي مال اقل، او بغض النظر شو الحالة اللي انت عم بتواجهها. بهاي الشكل بتعمل زي ترانزيشن، زي بتعطيهم نقلة حتى العملية تكون راقية. اللي بدك تتذكره، اللحظة اللي بدك تحط حد، هذا الحد بدك تكون حازم فيه وبده يكون له نتائج لاختراقه. يعني إذا أنت حطيت هذا الحد والشخص الثاني ما احترم هذا الحد، بده تكون عندك نتيجة واضحة لعدم احترام هذا الحد. مثلا ممكن تكون بعلاقة وتحكي للشخص أنا ما برضى أنك تسب، أنا ما برضى أنك تعمل كذا، وإذا بتسب هاي النتيجة. فإذا الشخص مثلا سب أو شتم أو عمل شغلة معينة أنت حاطط حدود ومتفق على الحدود تاعتها، بدك تمشي بالنتيجة. فالنتيجة ممكن تحكي أنا ليومين ما بحكي معك، أو لثلاثة ما بحكي معك، أو ممكن توصل أمور معينة اللي هي جدا جدا قوية، زي أنك مثلا تنضربي بالعلاقة، تحكي للشخص إذا أنت بتمد إيدك علي بالعلاقة هاي العلاقة بتنتهي، وبدك تكون عشان تحترم حالك قادر تلبي الشيء اللي حطيت الحد عليه، قادر تلبي هاي النتيجة، لأنه غير هيك هذا الحد ما له معنى. وإذا اخترق مرة وما كان له نتائج رح يخترق مرة تانية وثالثة ورابعة. وبمثال الضرب، إذا شخص ضربك مرة وما كنتي حطيتي حد إنه هذا الإشي بيتكرر معناته العلاقة بتنتهي، شو رح يصير؟ رح تنضربي مرة تانية وثالثة ورابعة، ورح تتأملي كل مرة إنه هذا الشخص يتغير، واللي رح يصير احترامك لذاتك رح ينزل كل مرة، بدل ما تحكي إنه هذا الشيء ما بيناسبني، أنا ما برضى على حالي هذا النوع من السمية في العلاقات. لذلك طريقة وضع الحدود ممكن يكون فيها أناقة أو ضروري يكون فيها أناقة، ولكن بالنهاية بده يكون فيها حزم، حتى لو أنت إنسان عندك حب وتعاطف عالي، وحتى لو هذا الإشي فيه تحدي عندك. هذا إشي أنا جربته في حياتي، أنا من الناس اللي كانت حدودي مخترقة على كل المستويات. هل بتفكر سهل اني ارجع احط حدود او مكان معين انا اخترقت فيه وانا مش عاجبني احكي مع الشخص واقول له هاي الكلمة ما بترضيني، او هذا الاسلوب ما بيرضيني، او هاي الطريقة ما بترضيني، هذا الاشي بدي اغيره؟ اكيد مش مريح لي، واكيد كنت احس كل كياني بيحكي لا ما تعمل هيك، واكيد لما كنت احط هذا الحد كنت احس بالذنب. ولكن بوعدك، كل لحظة حدودك بترتقي، احترامك لذاتك بيرتقي، حبك لذاتك بيرتقي، قدرتك على خلق الثراء وتعيش الوفرة الحقيقية بالأرض رح يرتقي ورح يزيد ورح يتضاعف. لذلك هذا من المواضيع المحورية لما أشتغل مع ناس بالتدريب الشخصي، ببلش أنتبه عليه منذ البداية وين الحدود اللي عندهم إياها. هلا موضوع الحدود موضوع كبير وفيه مستويات وعي مختلفة لمعنى الحدود. لذلك إذا جد حاب إنك تساعد عقلك الباطني يبلش هو يحط حدود بطريقة تلقائية ومن دون معاناة ومن دون دفش، رح أدعوك تسمع تأمل الحدود اللي عندنا إياه. في تأمل خاص عملته اسمه تأمل الحدود الصحية، حتى تزرع في عقلك اللاواعي القدرة كيف يبلش يحط هاي الحدود بطريقة تلقائية. كتير ناس جربوه وحياتهم كانت تتغير بالنسبة للحدود. فشوف هذا التأمل وشوف إذا مناسب إلك، وشكراً.